عبر الملياردير الأمريكي روبرت كوتك عن نيته التقدم بعرض لشراء منصة الفيديوهات الأشهر عالمياً تيك توك. فمن يكون مالك التيك توك المحتمل؟ روبرت كوتك هو رجل أعمال أمريكي نشأ في نيويورك وأبدى اهتماماً بمجال الأعمال التجارية في سن مبكرة، فأصبح أحد أبرز الأسماء بالمجال. درس الفن بجامعة ميشيغان، لكنه كان شغوفاً بمجال التكنولوجيا والبرمجيات. بدأ رحلته المهنية بتأسيس شركة تكنولوجيا صغيرة مقرها غرفة نومه برفقة صديقه بالجامعة، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح الرئيس التنفيذي لشركة أكتيفيجن الخاصة بألعاب الفيديو، قبل أن يغادرها في عام 2023 ويبدأ البحث عن شركة جديدة ليقودها. هذه الشركة يمكن أن تكون تيك توك حسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال. حصل روبرت كوتك على المرتبة 75 بمسابقة أفضل رؤساء التنفيذيين أداءً في العالم لعام 2016 من مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، والمرتبة 27 في قائمة أدويك لأفضل 100 قائد في مجال الأعلام لعام 2015.